هناك على عدس فيقس، ما نعرفوش جهويا شنو السبب، فهمتني؟ كيف نلاحظوا ندخلوا توا السوبر مارشي نشوفوا المنتوج نلقاو من صفاقس تقريبا تم 60-70%، وحتى اذا كان ما ثماش المنتوج من صفاقس نلقاو مصنع بيدين انا اصلها من صفاقس، فهمتني؟ شنو السبب اللي خلانا لمده في السبعينات اللي هي بيريود بورقيبه معناها مع منصور مع الاولاد نويرا، وبعدها دخلنا في الثمانينات السياسه كانت ممنهجه انه الاوفشور ما يدخلش لتونس فقط، لان عدد الشركات كيما نحسبوها يتعدوا على صابع اليد الاوفشور. وقت اللي نمشيو نشوفوا مستير ولا سوسه ولا نشوفوا بنزرت ولا نشوفوا فهمتني المناطق المهديه وغيره، فهمتني؟ نلقاو الاوفشور يمثل 8%. اول شيء الفكره نتاع الصفاقسي، فهمتني، انه هو يحب يكون باترون، فهمتني، معناها باسكو عنده ان هيستوريك، فهمتني. وثاني شيء السياسه نتاع البلاد اللي ما خلاتش المستثمرين الاوفشور يسيروا، وذلك بين متكون من سياسه الدوله ومن قوه الاتحاد اللي كانت عندنا. كان عندنا اتحاد صفاقس كان هو الاتحاد القوي، هو اللي يقول لا، فهمتني، هو اللي يضرب الشركات، هو اللي يضغط، هو اللي يضغط، فهمتني. وقاعدة هذيك ولات استئناس معروف في صفاقس، حتى يصوب المستثمر في باريس من باريس يصوب السفاره نتاعو ويقول له الور لا تونيزي تحيا صفاقس، تحب تستثمر انت في اي بقعه الا هذه المنطقه، بما ان فيها الضغط اللي يمكن تخليه يتعرقل له الضغط كان معروف ان احنا في صفاقس الاتحاد في فترة طويلة كان يحد من إمكانية الاستثمار في صفاقس. سي أنور باش نوصلوا نحكيوا على مشروع مجلة الاستثمارات الجديد هذايا، كرجل أعمال ومستثمر، الواقع الاستثمار بعد الثورة علاش توا كل المستثمرين وكل رجال الأعمال كان من داخل البلاد وإلا خرجها يقول لك الاستثمار أبوابه تقريبا يعني مغلقة غير مفتوحة ما نجموش نستثمروا فماش حتى آليات، علاش؟ اسمعني، الاستثمار وقف تقريبا بعد او يمر فترة صعيبة برشا بعد الثورة احنا رجال الأعمال تلقاونا قعدوا مع بعضنا، فهمتني، بداو نحكيو جو شاقتي مش نعملوا لا مش نستثمر مرتين ومش نزيد، اللي عنده 100 خدام مش يوليو 200 واللي عنده 1000 خدام مش يحبوا 2000، فهمتني، وليالي قعدنا نصروا ليالي ونحلموا انه مش يصير. بعد الثورة ظهرت حوايج ثانية، أول شيء بعد الثورة ضاعت لا بروديكتيفيتي، الإنتاجية وقفت، فهمتني، وهذا ولا إشكال كبير، فهمتني، إشكال كبير أنك العلاقة بين صاحب العمل والعامل ولات في اشكال كبير، فهمتني، تحت كلنا الاولاد الكل كيف نتلاقاو توا ونقعدوا، واخيرا قعدنا في جلسه فهمتي وحضر فيها حتى الوالي، الناس كلها تحكي على 35-40% نقص في الانتاجيه، فهمتني، العمال ما ثماش، ما عندناش عمال، تبحث على عمال باش تستثمر ما تلقاش، هذه زاد نقطة ثانية. ثلاثة، السوق الموازية اللي غرقت البلاد. قبل كانت السوق الموازية وأنا من الناس اللي حاربتها برشا قبل. نلقاو السوق الموازية فيها معروفين 10 من الناس يعني يوردوا. داكور؟ روس كبار تورد وتوزع، فهمتني؟ ومحدود، فهمتني؟ اليوم ولا شيء غير أنا العدد مهول، فهمتني؟ كيف نقولوا السوق الموازيه معناها في اي برودوي ماده اوليه دخلها باش تصنعها في تونس فيها نسبه مئويه من تي في ا ودروا دوان. هذا يدخل السلعه من غير تي في ا اللي 18%، كان من الدول الشرقيه فيها 10-15 وحتى 30% يربح، داكور، فهمتني، وبعد تعدوا للربح تاكس في بينيفيس، وهذه من الغرائب، لانه يعني نهار
وقعوا جماعة الأحذية صاروا فيهم إشكال. مشينا لتونس، مشينا لوزارة الصناعة، لقاو سي الشخاري وقتها يشخر فهمتني، دخلنا بحث سي الشخاري ما لقيناش. لقيت المدير الجهوي نتاع التجارة اللي كان يخدم في صفاقس سي الحبيب الدماسي، وكنا وكانوا ثم تقريبا 80 90 ولا 100 ولا أكثر حتى 100 فهمتني ناس. طلعنا للفوق قلت له ودي مجلس الشخر، قال لي واش هوني؟ قال لي في المجلس التأسيسي. يعني كلمت المجلس التأسيسي، لقيته في المجلس التأسيسي، قلت له خويا جانا هوني راه نص ساعة مازمنو فيها الحكاية. سي الحبيب الدماسي يعرفني اش قال لي؟ قال لي يا سي انور انا نعرفك ونعرف كيفاش تتكلم. قال لي حاب نقول لك دي شيفر قبل ما يجي الوزير، ما هو ثنيه جاي. قال لي احنا اون 2011 عملنا توريد 11 مليون و452 الف صباط، هذا بشهاده 15 رقبه. معدل الشراء بتاعها ب 12 دولار، تقريبا يجيو 200 الف دولار. قداش يخلصوا تاكس وقداش يخلصوا دروا الدوان؟ 100 انا تقريبا 80 مليار دولار هكا. وتباعوا تبعوهم في البيع ويلقاوهم تباعوا الدوبل نتاع السعر اللي هو 30% امبوسي لي بينيفيس بلوس لا تي في ار نتاعهم فهمتي، زاد كيف كيف ثم 80 اخرين. هو السيد اكسبير كونتابل بدا لمد الفلوس. باش نقول لك سي سي انور شويه نجيك سي الاسعد، انا مستشار بيعي، معناتها حاجه كين هكا تي في ار شنو معناتها 11 مليون و 2400 الف صباط وعليهم معناتها دفعات هذوما كما قال 200 مليار، هذوما على شكون ماشي معناها؟ عاد لحظه اسمحني به عاد جاز الشخاري عاد سي الحبيب ديماسي قال لي انا نعرفك تحكي كيما هكا. قلت له سي الحبيب راح جينا على مليار و اثنين احنا مش على 200 مليار دولار. جاز الشخاري بدا يحكي لنا، قلت له سي الشخاري راهو هوني انت عندك مثلا ما شاء الله بريس ب 100 مليار. قلت هذا في الشوشير وكنت عندو الكونفكسيون يوليو 400. قال لي انا نعرف هكا، قال لي انا نعرف تو سكي هذا لي بومال لا كانكيري. قال لي عندنا 100 مليار دو بيرت الوزير. قلت له بالله، يقول لي مالك الجمعه اللي فاتت كنتوا تلوجوا على تمشيوا للقطر باش تاخذوا 500 مليار، تو ما عندنا موجودين 500 مليار، تو 1000 مليار موجودين. فهمتني؟ هكا معناها هوني هالفلوس هذوما نحب نسال توا سي ليكسبير لا فالور دارجون هذه اللي ضاعت على الدوله واحد قيمة آه؟ والحاجه الثانيه الفلوس اللي خرجت 200 مليار يشروا بها كيفاش تخرج؟ تنجم تجاوبنا سي ناصر؟ والله هو المساله معناتها هي مش مساله نتاع 100 و200، انا في حسب لانه لم تجرى دراسات علميه بهذا الخصوص، ولكن شعورنا والحدث متاعنا هو أنه ثم آلاف المليارات تضيع سنويا من جراء التهريب، حتى لا نقول أنا مقتنع أنه هناك عشرات آلاف المليارات. وهذا في أنا خانة يدخل لدي يدخل صنفناه نحن في خانة الفساد الجبائي وفساد الدولة وجريمة الدولة، لأنه اليوم اللي واقع في تونس هو اغتيال اقتصادي للأمم، للاغتيال الاقتصادي للأمم. هذا كتبه جون بيركنز الخبير الاقتصادي الأمريكي، هذا الاغتيال الاقتصادي للمؤسسة المواطنة، وهذه جريمة الدولة. اليوم نحن وللأسف أن نعيش في دولة مجرمة تغتال المؤسسات وتمارس الإرهاب الاقتصادي، لأنه اليوم أنك تسمح بالتهريب باش يقتل المؤسسة المواطنة فهذه جريمة نتمنى مجيء سلطة وطنية لكي تحقق فيها وتحاسب المجرمين. شكون هم المجرمين؟ المجرمين هم المكلفين دستوريا بالعمل والسهر على احترام القانون. اليوم وللأسف أن الدولة اللي تحكم في تونس هي دولة مجرمة، هي ترعى الجريمة وتحصن الجريمة، واليوم المؤسسة المواطنة حسب رأيي هي رهينة، والشعب التونسي اليوم رهينة بين أيدي الفاسدين وبين العصابات. واليوم يمكن الحديث في تونس عن ثم باحثين اليوم كتبوا على اقتصاد المافيا في تونس. اليوم بحثك اليوم خلينا خاطر سي أنور باش يغادرنا بعد شوية، لكن بحثنا مستثمر تونسي يعاني من مش هو برك شنو تنجم تقول أنت كمستشار جبائي؟ عديد القطاعات اليوم شنو الحلول موجودة، أما تكون هناك دولة
والا ندخلوا في الغابه. واليوم لا يعقل ان انت تقتل المؤسسات وتتحدث عن الاستثمار، هذا نفاق، هذا كذب، وهذه المخادعه. واليوم نحن تونس تعيش ازمه اخلاقيه. هذه مش كل دوله، هو كمستثمر شنو ينجم، هو هو شنو ينجم يعمل؟ ان شاء نحن ما نتمناه. انا حسب رايي انا باش نعطيكم الحل، وهذا الشعب التونسي هو اللي يحكم. انا اتمنى انه يوصل الشعب التونسي الى مستوى وعي الشعب الامريكي في القرن الثامن عشر لما قام بالثوره الجبائيه نتاعه. اذا وصل الشعب التونسي لوعي الشعب الامريكي في القرن الثامن عشر وما عادش يمول الدولة الفاسدة، الدولة المافيا، اليوم اللي يدفع الضرائب هو يمول العصابة، هو يمول مافيا الدولة. معناتها نمتنعوا عن دفع الضرائب. طبعا الثورة الجبائية هي الحل لكنس كل الفاسدين السابقين والحاليين واللاحقين. هذا هو وصيتي للشعب التونسي. سي أنور، سي أنور، كان فما مجلة تشجيع للاستثمار، وتو فما مشروع مجلة جديدة للاستثمارات، المجلة السابقة، شنو هي أنت كمستثمر شنو انتفعت منها؟ طبعا بالنسبة لنا الانتفاع كان في الوقت في الفترة اللي تعدات ما ثمش انتفاع، الفترة اللي تعدات ثم ناس معينين هم اللي انتفعوا. الاستثمار، الاستثمار كنا نصبوا فيه بالقوه، بالذكاوه، بالعلاقات، فهمتني؟ هذاك كيفاش نعدي شكون هم الناس المعينين المنتفعين؟ المعينين المعروفين اللي كانوا يعملوا في التوريد العشوائي، اللي يسكروا على ديزارتيكل معناها اللي ماشي تخدمهم غاليين، لا يقول لك وقف انت ونوردوا، اليوم ترافلسيه في فتره من فترات. اليوم توا الاشكال الكبير التشجيع على الاستثمار، ما تشجعش على الاستثمار، تعطي ترى بلاش تعمل ليسونسيال اسكو ليا مارشي، ماشي سوق. احنا في تونس هونيا في احسن بلاصه في الدنيا، عندنا جيران زوز ربي عطاهم لنا من اغنى ما ثم، وناقصين سلع. يفل بيان لو برودوي تونيزيان. لوروب خطوه علينا هونيا وعندها كريس، والكريس هذيك فايدتنا، خاطر بالنسبه لي انا كل واحد عنده فلوس يمشي للجراند سيرفاس، تو تبدا عندك فلوس تخرج جراند سيرفاس تشري. احنا لا، اليوم في اوروبا لا كريز تخليه ملزوم عليه باش يلوج على سوق كيما تونس باش يخدم فيه، خاطر حاجته لا بتيت كونتيتي ولا رابيديتي. احنا عندنا قريبين من اوروبا ونجموا نجاوبوا اوروبا بسرعه. الاشكال اللي ثم تو نحكي يحكي الاستاذ فهمتني على انه نرجعوا للثوره نتاع 2018 وما ثمش ما نخلصوش الجبايات، احنا الامور هابطه دقدقه فهمتني. تو لازمنا نلوجوا على اي فرصه تدخل لنا فلوس، اي فرصه فهمتني، ويلزم الانتاجيه فهمتني تتطور وترجع لما كانت عليه، ويلزمنا نخدموا بذكاوه فهمتني. اول شيء الانتاجيه هذه كيف نحكي على الانتاجيه، يلزم لو كود ترافاي يلزم يتبدل، شوفوا فيه نقاط جديده فهمتني. لو كود ترافاي اليوم فهمتني معناها يكبل امكانيه الانتاج. اليوم ناخذوا ان كود ترافاي اريتي موروث من فرنسا، وتو كنا مع السفيره نتاع فرنسا فهمتني، تو وصلت الوتيل، كنا باش نتحطوا في النقطه هذه يلي كان سبب في تفليس فرنسا. هما فلستهم بغدية واحنا ولدناه هوني وعودناه هو نفسه لا زدنا حسنا النقاط اللي تعطل. هذا اشكال، فرنسا احتلت دول راهي خلاو ما شاء الله من ذهب. كي نقولوا حسنا معناتها سياسه حكومه اللي قاعده، معناتها وزاره الماليه المسؤوله، وزاره الشؤون الاجتماعيه والعلاقه بين النقابه والشؤون الاجتماعيه. فهمتني؟ من ثماك الكود ترافاي نتاعنا هونيا يلزم العلاقه بين العارف والعامل تلزمها تتبدل. فهمتني؟ ويلزم يكون ثم علاقه الهدف نتاعها هو الانتاجيه. اليوم في كيف ناخذوا امثله لوروب وناخذوا الدول اللي فيها الفلوس، شكون الدول اللي فيها الفلوس؟ الصين فيها برشا فلوس، الهند فيها برشا فلوس، فهمتني؟ البرازيل هذوما فيهم برشا فلوس وفيهم قانون اجتماعي معين. نرجع نمشيو لاوروبا كل فلسوا، عشان الفلسه سي لي سانديكا. فهمتني لي سانديكا بدات تجبد 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 للمستثمر هرب.
ils l'ont quitté. ما عادش ثما انا عندي كليونات في فرنسا ما عادش ثما ايلون كيتي هربوا نمشي لايطاليا في دي زون اللي كانوا فيهم بال 500 معمل 600 معمل تو تمشي 5 بين المعامل كهرباء تمشي 5 ما ثم حد احنا كيف اما هيك وجدود راهم احتلوا بلدان خلاو شويه ستوك احنا ما عندناش ستوك احنا ما ناكلوش احنا كل عام اليومي ما ناكل ما نخدموش ما ناكلوش اليوم تجيني تقول لي كمستثمر يا سي نوري استثمر اي باش نستثمر اش عندي مش نعمل هذاك الاستثمار. ها مثال المشروع المجال الاستثمارات الجديده قالوا انه في اعفاء المستثمرين المنتصبين في المناطق التنمويه الجهويه من عديد الضرائب مثل اللي تضرب الارباح نتاعهم الى جانب تحمل الدوله للتغطيه الاجتماعيه. الاستثمارات هذه الكليكا فهمتني وهل ليزافونتاج الكل ما عندهم حتى قيمه اذا ما ثم السوق. نو. على ارض الواقع اذا ما ثم السوق تجيني انا تقول لي انا انجينير نخدمه ونخلص لك السي ان اس اس ديرون 5 ans نخدمه سي جي مارشي واذا ما عنديش مارشي انا نجي مش نخدمه هوني ولا خير يجيب لي 10 كونتينرات تهبطها من هون انا نخلص لامبورتاسيون تاعي يجيب لي ماتير بريمير نخلص 18 و 15 وغيره 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 ولا خير يجيب ما غادي يخلص زيرو انا نجيب 100 مليون نخلصها 100 مليون بار فيربون والاخر يجيب يعمل 100 الف دينار يمشي له واحد ما عرفش كيفاش خرج 90 الف ودخل السلعه هذيك بسوم 10 الف اون بلوس 10 الف دينار فهمتني معناها ديجا هو رابح قدامي 50% ولهذا المشكله مشكله سوق وتنظيم سوق فهمتني هي مشكله سوق وتنظيم سوق وبعد مشكل اجتماعي انه بالنسبه للمستثمر ما يستثمر لكش اذا كانت تجيني في منطقه كل يوم يهجم علي انسان كل يوم يضربني انسان اليوم فهمتني عندنا مؤسسه في صفاقس اسمها بوليكلينيك ميني عندها عام وثلاثة شهور مسكره ذكر اليوم يلزمها تعاود تخدم جاوا جماعه من الاتحاد ودخلوا وكسروا واحتلوا فهمتني بدون موجب لا ثم برقية تضرب ولا ثم حتى اشكال فهمتني ثم قضاء محكمه حكمنا حكمت نفذنا اليوم اجينا كسر البيبان الكليكا نحب نفهم انا هل مسؤولين على الحياه الاجتماعيه في البلاد فهمتني كيف يشوفوا شيء كيما هكا شيء يسميوه هل نسميوه ارهاب عمالي هل نسميوه ارهاب بانديتيزم برا هل نسميوه مافيا بعد نقول منظمة عتيدة منظمة عتيدة معروف أن منظمة عتيدة لكن وجب التحكم في قوانين تبقى إذا كان المنظمة عتيدة تدخل فيها كونسير يلزم يتنحى احنا اليوم في معاملنا ولينا في إشكال اليوم 50-60 بشر نقزوا فوق السيسان بباب مسكرة نقزوا فوق السيسان وبالراش كلوب وبالتروفيسات شو الحكاية هذه فهمتي ثالث مرة ثروزيام فوا اش تقول لي مستثمر شكون باش يستثمر لك هوني نزيد من هنا نعطيك اكزومبل استثمار عندي انا هوني نخلص فيه ديزون 15000 دينار دو ديليكتريسيتي بار موا قمت وديته للجزائر تعرف قداش يخلص في الجزائر لا ميم لي ميم ماشين لو ميم برودوي هنا 15000 دينار غادي 2800 وفي ليبيا خلص 800 فهمتني هنا سو لو بلان انرجي زاد كيف غلا اليوم يشوفوا الشيء هذا فهمتني سوسيال ما عندك حتى كوفرتور فهمتني تجي تقول لي مستثمر يلزمني لو كود دو ترافاي ويلزمني لو كود دو كوميرس ويلزمني لو كود نتاع الاندستري سون توس دي كود هكا ولا نلقى لو كود دو كوميرس فيه اللي يورد يبيع قبل ولد المرشي انا ملزوم عليا باش نبيع بالفاتوره والحانوت الفلاني هو يجي ينصب قدامك داكور لو كود دو كوميرس غير مستعمل لو كود دو ترافاي فهمتني النايب نتاع الاتحاد يتحكم فيك النايب نتاع الاتحاد شوف احنا لا برودكتيفيتي الانتاجيه تعرف شكون يعملها هوني في تونس اللجنه المتناصفه والاتحاد مش الباترون معناها تشري ماكينه تعمل لك 1000 بياس كيف يجيوك في المعمل فهمتني يقول لك لا هذه راهي تنتج كان 100 شكون اللي يقول لك؟ يو الانسبكتور ترافاي اي اللجنه المتنصفه اي يبقى البروديكتور
بعده شعب بشير بشير. اي موجب حق يقول لك اللي هي تنتج كان على خاطر احنا الانتاجيه هذيك باش يصنفوها في التصنيف هذيك وفي السالير بتاعك يصنفوها يقول لك لا هذه تنتج كيتون هذه تي اوبليجي دو سويفر. الو انت شاري ماكينه بور لامورتير سور 2000 باش ما يكونش في الضغط الانتاجي معناتها تنتج كي 800 داكور فهمتي معنى الانتاجيه نحكي ولا الانتاجيه معنى في العالم كامل سر الثروه هي الانتاجيه يقول لك فهمت اذا كان احنا الانتاجيه نتاعنا واقفه والاجتماعي والسلطه الاجتماعيه والاتحاد الشغل يتحكم فيك والبنكاجي من غاديه ممكن زاد يتحكم فيك والسوق المارشي باراليل يتحكم فيك اما استثمار تحكي عليه شكون باش يسافر هذه مشكلة السلامة ومن المعايير اللي اليوم تحدد قرار الاستثمار هو مسألة السلامة. أنت اللي حكيت عليه هذاك يصنف البنك الدولي مسألة الامتيازات المالية والجبائية يصنفها البنك الدولي في المرتبة السادسة لأنه عملوا تصنيف للمقاييس اللي على أساسهم يتخذ قرار الاستثمار هذاك يجي في المرتبة السادسة. أهم مسألة بالنسبة للمستثمرين الحقيقيين مش أشباه المستثمرين اللي يعطوهم من الفساد في الأحصائيات أنه عشرات الألاف انتصبوا في تونس وهم في الحقيقة من المتحيلين وأشباه المستثمرين وهذا عنا فيه إثباتات موجودة لنا تنوريها لك فعلا الناس متحيلين يقدموهمنا كمستثمرين. أهم مسألة وفي المرتبة الأولى هي مسألة السلامة. السلامة القانونية اللي يحكي لي هو الأتوى هو السلامة. أنا اليوم وقت اللي ما نشعرش بالسلامة ونعرف اللي ثم سوق موازي اليوم تخرب لي في المؤسسة متاعي كيفاش تحبني نستثمر؟ كيفاش تحب الاستثمار؟ علاش قلت لك كل المتناقضات اليوم تراها وينطقوا بها شكون؟ الرسميين اللي هم اليوم يشرفوا على الجريمة ذي المرتكبة في حق المؤسسات المواطنة. هذوما الناس هم في الحقيقة مجرمين ويجب أن يحاكموا لأنه اللي يتفرج اليوم على الجريمة هو المجرم الحقيقي وليس الفاعل اللي ارتكب الجريمة. هو اليوم اللي يغطي عليه اللي يعطل احترام القانون في البلد هذا. واليوم شكون يعطل احترام القانون في البلد هذا؟ هم الناس المسكين بالسلطة. وطبعا من الجانب الآخر باش ما يصنفوناش عمي البصيرة في خانة من الخانات أيضا الطرف المقابل اللي هو اليوم المعارضة هل تطرح الإشكالات هذه الحقيقية؟ ما تطرحش. وبالتالي ما يجمع اليوم بين المعارضة والسلطة هو قاسم مشترك اللي هو الجهل والفساد وللأسف. وأنه تونس اليوم أنا أعتبرها أنه اليوم تونس تعتبر بلد حلت به كارثة حسب المعايير الدولية. تونس هو بلد حلت به وهذا أكدناها نحن من بعد 14 جانفي أن كل القرارات اللي مش تتخذ في مجال الاستثمار قبل مكافحة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب وكذا وغيره كلها لن تؤدي إلا إلى مزيد تخلف البلد وإغراقه في المديونية وإهدار المال العام وهذا قلناه بعد 14 جانفي وتحقق وشفنا المديونية في 2011 شفنا المديونية في 2012 وشوف توا المديونية خلال سنة 2013 وهي جريمة اليوم ترتكب في حق الشعب التونسي. سي أنور بما أنك رجل أعمال ومستثمر في حدث يوم دراسي حول مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة وقالوا أنه فما العديد من الامتيازات خاصة جملة من الامتيازات الجبائية لهنا هو بحثنا سي لسعط عن بعض يقول فما امتيازات جبائية ولا لا في المجلة هذه. أنت كي ترى مشروع جديد هو مع العلم أن المجلة هذه ما زال ما صادقتش عليها ما زالت ما وصلتش كما يقولوها البر الأمان مطمئن على استثمارك من هنا القديمة حتى تخرج المجلة هذه خاصة أنه في إطار امتيازات جبائية ولا لا؟ شوف في إطار امتيازات جبائية أو غير إطار امتيازات جبائية الاستثمار في تونس بصفة عامة ولا صعبة ولا إشكال الحل؟ الحل يلزم الناس كلها كما تو قاعدين عندنا احنا تو ترويكا من هون ومعارضه من هون فهمت يعني الرباعي ترويكا والرباعي هكا ولا بالروسيه ترويكا وشتفوركا تسموه فهمتني الكلام نتاعو اللي قال الناس كلها ضايعه طبعا الناس الكل ما يعرف اش تعمل بما فيها المعارضه يعني تو اليوم اللي صار اليوم الهجوم هذا فهمتني المعارضه تو قاعدين فهمتني سي العباسي وما
مدام بوشماوي والناس كلك اش تحدثوا ديمقراطية هكا ولا؟ إذا كانت أنت ديمقراطية وعندك في المنظمة نتاعك غير ديمقراطية. شو معناها الناس تجي تهجم على محل؟ المستثمر هنا نجم يكون ضحية أو نجم نصنفه أنه ضحية السياسي؟ المستثمر أول شيء المستثمر اللي يحكم فيه هو السوق، والسوق يلي يعمل له يحضر له لي بروجيكتور كما لي بروجيكتور هذوما هو السياسي، والسياسي ما فهمش. داكور؟ السياسي لليوم فهمتني؟ أما لا ما عندهمش تكوين اقتصادي ولهم شيء عارف، لأنك عندك تكوين اقتصادي في أمريكا نهبطك للصومال كيبوري أفير هكا ولا؟ معناها كل سوق وإمكانياته، احنا الإمكانيات نتاعنا وسوقنا حيدنا كل ما هو رجال أعمال حيدناه. أي لهنا باش نقول لك شنو دور رجال الأعمال في الضغط على السياسيين؟ بالنسبة للفترة نتاع الانتخابات الأولى تقريبا كانت تجي تشوف الهيستوريك نتاعنا اللي رجال الأعمال تي أبسون، ما ثماش رجال الأعمال. رجال الأعمال هو رجل الأعمال هو الموتور من عند ربي مخلوق كما كورش، هذاك رجل الأعمال هو الموتور اللي خلق الثروة داكور فهمتني، واللي يقود خلق الثروة، لأن الثروة مش تخلقها الناس كل من بعضهم. رجال الأعمال هذوما في فترة من فترات تحيدوا، غلات كل شيء، كثرت الكريدي داكور فهمتني، غرقت البلاد. تو اليوم طالبين رجال الاعمال باش يعمل مجهود سيبليمونتير باش يستثمر في حالات استثنائيه واضرابات ومشاكل. سي تري ديفيسيل صعيب باش ما نبداوش نغلطوا في بعضنا. سي تري ديفيسيل نوتر افنير ني با تيلمون كلير. اذا كان السياسيين ما ياخذوش قرارات جريئه وما يفهموش باللي الشعب التونسي ولا يفهم كل شيء، وانه هذه التجاوزات الغير معقوله فهمتني من اي كان من الدوله او من المنظمات لازم توقف عند حدها فهمتني، وانا كمواطن فهمتني من حقي باش القضاء يوقف معايا، لانه القضاء اليوم يوقف معاك وكيف يجي يلقى منظمه كي منظمه شو اسمها هذا الاتحاد ولا غيره تولي فيها بيعه وشريه. تو كنت في الولايه مع الوالي، تو كنت تحكي مع الوالي فهمتني، من تعرف ونسيس ونعمله وش عندك ما تسيس وتعمل. انا عندي وقت، عندي وقت فهمتني، والوقت قاعد يمشي، واذا ما نستثمرش في الوقت هذاك يهرب علي الوقت. لا 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 ما نستثمر، والله عندك المشكله الفلانيه مع وزاره التشغيل هي، ولا عندك النقابه نتاعك مش موافقه على الشيء هذا. شو الكلام هذا؟ شو الكلام؟ انت ثم قانون وثم ديكوت وثم وزاره عدل يا اخويا، ما عندكش اشكال معايا تعدل وزاره العدل هكا ولا؟ تحكم وزاره العدل حكمت عليها خلص، حكمت عليك تخلص يا ستو. إذا ما وصلناش الشيء هذا ما وصلناش باش ركحنا فهمتني الأمور كلها في المستوى هذا وتخلينا على لا بوليتيك دو بوشترو فهمتني، سد الثقوب فهمتني. أي والله باش نوصل أنا في البوست الفلاني، أي عندي السلطة القضائية السلطة التنفيذية الفلانية، ماذا بيا شكون ورجل الأعمال وحده واحد أي والاتحاد مئات. هاي تعرف كيفاش هاي ندقدقوها، هذا مش ندقدقوها، هاي تعبنا بالله يعيشك بالله كذا بالله يوقف بالله كذا الخدام الفلاني. وفين احنا نحكيو على المنتجيه، المنتجيه الكل بركت ونخليوها هذيك المنظمه هذيك تفتق الشركه بمعظم فهمتني. حتى هو المشكل لهنا يلزم نطرحوا اشكاليه، هو انه اليوم المؤسسه يتيمه. يمكن الحديث اليوم في تونس على مؤسسه مواطنه يتيمه. شنو هو يتيم؟ ما عندها حتى واحد يدافع عليه. المؤسسة اليوم المواطنة هي كيما الفريسة اللي تنهشها الكلاب، هذوما كلاب راه. وللأسف أن المنظمات المهنية اللي هي كانت ركيزة من ركائز منظومة الفساد اللي بناها بن علي، أن المنظمات هذه بقيت شعبا، هي شعب، هي كانت أوكار للفساد. وللأسف أنه بعد 14 جانفي لم تطهر تلك المنظمات المهنية، وللأسف أنها بقيت شعب إلى حد الآن. والإشكال أن السلطة اليوم اللي جات جديدة هي ركنت لتلك المنظمات الفاسدة. لو يفتح الملف متاع تمويل بعض المنظمات المناشدة لبن علي واللي كانت متواطئة مع بن علي، وبالأخص تلك التي تم تمويلها من دم الأعراف بمقتضى الفصلين 57 و58 من قانون المالية لسنة 1975،
0.5% اللي يقتطع بطريقة مافيوية من دم الأعراف من قبل وشكون يجمعه؟ يجمعه الصندوق اللاوطني للضمان الاجتماعي، هو اللي يجمعه. وإلى حد اللحظة هذه مشارك في الجريمة متاع نهب الأعراف، الجريمة هذه وتوا سنويا بين 35 مليار و 40 مليار يجمع في إطار هذا الصندوق المافياوي اللي تتمول به المنظمات المهنية والنقابات الفاسدة. وللأسف أنه اليوم لا زالت الجريمة متواصلة، والأموال هذه اللي أهدرت من دم الأعراف تقدر بمئات المليارات، بمئات المليارات أهدرت مئات المليارات، هي 0.5% من حجم الأجور، ويتم جمع المبلغ هذا بصفة مافياوية، والصندوق هذا ما عندوش اسم إلى حد اللحظة هذه، وتجمع ومش موجودة في المطبوعة تاع التصريح بالمساهمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي. هذه مافيا، وقت نحكوا على أن مافيا تحكم تونس اليوم هي مافيا بأتم معنى الكلمة، ولا زال إهدار المال العام ومص دم الأعراف يتواصل في هذا في إطار هذا الصندوق. ورينا وقت اللي جفوا، وقت اللي قصوا الدعم على الاتحاد النسائي، وعلاش قصوا الدعم على الاتحاد النسائي؟ ومعروف الأطراف اللي نهلت من وطلبنا ما يحكوا على مكافحة الفساد، طلبنا بذات تحقيق بخصوص الأطراف اللي نهبت المال متاع الأعراف من خلال هذا الصندوق المافياوي اللي إلى حد اللحظة هذه لم يفتح تحقيق جنائي بخصوصه. وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سنرفع قضية بخصوص هذا الصندوق. والأعراف أغلبهم 99.99% من الأعراف ما يعرفوش، لأن المساهمة هذه ما يتمش التنصيص عليها كأداة، وهي أداة ما يتمش التنصيص عليها في المطبوعة المتعلقة بالتصريح الاجتماعي. هذه الدولة المافيا والدولة المجرمة. معناها هولية توحنا 35 مليار يمشيوا سنويا، يمشيوا للي جي تي تي ويمشيوا للليتيكا والاتحاد الفلاحي، واتحاد الفلاحي السيد العقربي والاتحاد النسائي السيد العقربي قبل منظمة الدفاع عن السيدة برك عارف. وفي الأخير صخر الماطري وليلى خذوا من هذا الصندوق، ولا زال ولكن اليوم قاعد يصير الى للحظه هذه فائده من سي لسعد لشكون قاعد يمشي لشكون انت سميت لنا اطراف قبل الثوره؟ هذا صندوق، هذا صندوق مافياوي ما عندوش اسم. شنو ينص الفصل 58 من قانون الماليه لسنه 75؟ ينص على ان محصول الزياده نتاع 0.5 لدفاع الاعراف تستعمل لتنميه الانشطه الاقتصاديه وليس تمويل النقابات. هذه الجريمه اليوم. شو نقصد بتنميه الفصل 58 الفصل 58 من قانون الماليه لسنه 1975 ينص على ان محصول الزياده اللي يقتطع بصفه مافياويه من قبل الصندوق اللاوطني للضمان الاجتماعي، واللي نحن اليوم شركاء فيه ولكن ما نعرفوش الفلوس كيف تهدر في اطاره، اموال الاعراف والاجراء ما نعرفوش كيفاش يتم إهدارها في إطار ذاك الصندوق، لأنه ما عندنا حتى حق. وحتى الناس اللي موجودين اليوم في مجلس إدارة الصندوق لا يمثلوننا، لا يمثلوننا، والتركيبة هذيك اللي خلاها بن علي هي اللي مازالت اليوم موجودة. اليوم الفصل 58 من قانون المالية لسنة 75 هذا هو، هذا هو القانون الإجرامي. القانون الإجرامي هذا فصل 58 نص يستعمل محصول الزيادة المذكورة 0.5 اللي هي ما نوجدوهاش في المطبوعة بتاع التصريح، يستعمل محصول الزيادة المذكورة خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية، ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول. اليوم الأعراف ما يعرفوش الجريمة هذه المرتكبة، هذه هي التخريب القدرات التنافسية للمؤسسة المواطنة، هذا هو التخريب الممنهج اللي تقوم به المافيا والعصابة في تونس. من معطيتك عاد شكون باش يحمي؟ يلزم توا يحاولوا يتكتلوا اليوم في إطار منظمة لحماية دافعي الضرائب. اليوم وللأسف أنه كي تمشي اليوم لأمريكا توجد قوة اللي يستقبلها الكونغرس الأمريكي، وهي كل سنة الكونغرس الأمريكي يستمع للأعضاء من منظمات الدفاع على المطالبين بالضريبة ويسميهم المطالبين بالضريبة الغاضبين اللي هما مش راضين. شكون باش يسمعوا اليوم إذا هو ما يتكتلش اليوم في منظمات
باش تدافع، انت ما عندكش حق المساءله. انت اليوم تدفع مساهمات لتمويل صناديق مافياويه، تعرف قداش عندنا من صندوق شبيه لهذا؟ وهذا في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر سنه 2013، عندنا 27 صندوق مافياوي اسود. قلتوا يخدموا؟ ها؟ طبعا انت وقت اللي تشوف اليوم الفداك اليوم ما يسمى بصندوق النهوض بالقدرة التنافسية بالقطاع الصناعي، آلاف المليارات أهدرت في إطاره، ونحن نعرف حجم الفساد في إطار تلك الصناديق المافياوية. تفتحش تحقيق؟ لم يفتح تحقيق، لأنه نحن اليوم دخلنا من بعد 14 جانفي في الاستراتيجية اللاوطنية لتبييض الفساد والفاسدين في خرق للفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي تلزمنا بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. نحن وضعنا استراتيجية لاوطنية لتبييض الفساد والفاسدين والمنظمات الفاسدة. سأنور انتم تسمع فما فساد متفشي لكن انثبت قال بشرفوا قضايا. انتم شو كرجال أعمال شنو دوركم باش تصدوا الفساد هذا؟ مع العلمكم تعرفوا لي فما برشا فساد في 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 الامور هذه. انتم كرجال اعمال هي ضحيه للفساد المؤسسه المواطنه، هم يقتلون. لحظه برك سي اسعد يقول لك رجل الاعمال في وقتنا الحاضر الخدمه نتاعه لازم يتلى بخدمته، لازم يحاول باش يسطر يحسن في الانتاجيه، يبلوكي لامبورتاسيون اذا ينتج ويبيع في تونس، يحسن في الانتاجيه وتكون عنده علاقات عالميه ويعرف كيفاش يشري. احنا هولي الرجل اللي عملته وسيد ما عادش يخمم في هذا، يخمم كيفاش يمنع روحه قانونيا، كيفاش يحمي روحه منها، لا يخمم كيفاش يمنع روحه، يخمم في الهجومات الكل، هجومات من كل شيء. فهمتني؟ معنا اليوم الفيسكاليتي الى سي ان اس اس، الاتحاد، الانتاجيه نتاع الخدام، تطلع اللورو، ما عادش ينجم يخدم باش يكون رجل اعمال بلا ديفينيسيون صحيحه بالمعنى الصحيح، يلي باش يلعب مع رجل الاعمال المروكي ولا رجل الاعمال الايطالي. انا 80% مش نحمي تخريب القدرات التنافسيه، كيفاش باش نحمي رواحنا وقت اللي احنا اليوم العدل غير موجود؟ العدل غير موجود. انا اليوم اضراب في كلينيك مينيي، طلبنا الشرطه يلي تاخذ في ظهري من عندنا، عاد كيف خلصوا لامبوس اللي بينيفيس ولا تي في شرب، حتى بوليس ما جانا، جانا بوليس واحد قال والله مشكله خرج، كلمنا الولايه ما جاوبتش، كلمنا الشرطه الاولى الشرطه الثانيه، ناس ثم ناس مضروبه فهمتني، ولا حد جاك. دبر راسك اون دافير تي دو فير تو، شو هذا؟ السيد وهذا يفهمني يقول لي انا نخدم ونخلص 20% ويتنحى منها 5% باش نعطيه من الاتحاد الشغل باش يجي يعطيني تريحه. كلام كلام هذا، انا خلص الفلوس ماذا بينا باش ناكل تريحه؟ ماذا بينا فتح تحقيق بخصوص هذه الجريمه؟ وهذا يا صندوق، هذا صندوق من الصناديق المافياويه السوداء السوداء اللي تخرب من خلالها المؤسسه المواطنه. المؤسسه المواطنه اليوم مجمع المهن المستشارين الجبائيين، قلت لي انتم باش تقدموا بقضيه؟ طبعا احنا باش نعرفوا، احنا يلزمنا احنا بدورنا كمستشارين جبائيين نمارسوا طبعا بطريق مستقلين، وبالتالي نحن اعراف، وايضا تقتطع منا هذه المساهمه المافياويه، هذه مساهمه مافياويه. هذا صندوق اسود ما عندوش اسم، غير مسمى، هذا غير مسمى، وهذا اغلب الاعراف ما يعرفوش النص هذا، ويرجع إلى سنة 1975، وحبذا كان حكومة الرشاد وحكومتنا الرشيدة تفتح تحقيق بخصوص هذا الصندوق المافياوي وتعلمنا شكون اللي ياخذوا اللي خذوا الفلوس هذه ونهبوا ونهبوا ومصوا دم الأعراف. هؤلاء مجرمون، كل واحد خذا مليم من هذا الصندوق، لانه هذا التوزيع اذا كان كنت انت تعطي فيه علاش اعطيته للنقابه ذيك؟ ما عندناش نقابه واحده، عندنا الاف النقابات، شبي ما خداوش النقابات الاخرين؟ ها علاش اعطيه للعباد الكل؟ مساله اخرى، كيفيه التوزيع نتاعه هذه، علاش خذات منه ليلى بن علي وصخر الماطري في الاخير؟ ها وين الشبابيه؟ ما هو حق النفاذي للمعلومة يا سيدي، ما هو أنتم تحكوا على حق النفاذي للمعلومة وكبعثوكم استدعاء يتعلق بحق النفاذ وكسرونا راسنا بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 اللي هو مرسوم سوري وجاء لتلبية لتزيين نفس السياسة. إيش كان يعمل بن علي؟ كان يعمل في الديكور،
بن علي شعمل جاء سنة 2008 وأصدر قانون صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا احترمها الاتفاقية بتاع الأمم المتحدة، لم تحترم إلى هذه اللحظة. وبالتالي نحن على خطاب بن علي اللي هو الديكار، نحن ايش عملت السلطة الفاسدة اللي حكمت بعد 14 جانفي؟ شنو ايش عملت؟ جات باش تظهر تعمل الديكار للأطراف الأجنبية اللي هي الطالب فيها بالحوكمة الرشيدة وكذا كذا، وكله كذب، وما بيدهم حتى الأخرين اللي طالبوا فيهم في السيد كيف امرأة. ايش عملوا؟ عملوا المرسوم عدد 41 لسنة كذا. ها باش نعطيك معلومة، إذا كان أنا توا نمشي اليوم وهذا ممكن نعملوه تحدي وباش نوروكم حقيقة النفاق، نتوجهوا ونطلبوا محق النفاذ إلى المعلومة كيف تم استعمال الأموال متاع الأعراف، كيفاش تم استعمالها منذ سنة 75. أنا متأكد اللي مش باش يجاوبونا لو نتوجه لرئاسة الحكومة، لأنه ذاك الكل نفاق وكذب. مسألة النفاذ، حق النفاذ إلى المعلومة، ومش نعطيك حجة من نجم حتى واحد يشكك فيها. هل أحدثنا صلب هذا المرسوم جريمة الصد؟ شو معناتها جريمة الصد؟ معناتها إذا نحن توجهنا لإدارة ورفضت باش تعطينا المعلومات، هل يعتبر ذلك جريمة صد؟ جريمة؟ هل يعتبر ذلك جنحة؟ هذا ما يعتبرش. شنو عملوا؟ شنو عملوا في المرسوم هذايا الديكوري؟ شنو عملوا؟ إذا كان موظف معطاكش راهو يتعرض لعقوبات تأديبية، اكتب على الحوت وسيب في البحر. اليوم الموظف في تونس ينجم يبرك شركة، ينجم يخرب مؤسسة، وما تنجم تعمل له حتى شيء. علاش؟ لأنه لم نجرم تعطيل العمل بالقوانين مثل ما فعلت ذلك البلدان المتطورة. أنت اليوم وقت اللي تمشي الإدارة، أنا صاحب مؤسسة واليوم مشيت طالب خدمة من إدارة، كما يحكي لك شنو نوجد اليوم؟ نوجد أن أغلب الموظفين غادروا مكان العمل متاعهم وبدون موجب. هل جرمنا هذا؟ جرمناش مغادرة الموظف لمكان عمله وانت مصالحك تتعطل وانت صاحب مؤسسة ولا حتى مواطن؟ كل هل جرمنا ذلك؟ وقت اللي القانون الإيطالي الفصل 189 من قانون العقوبات في إيطاليا، كل موظف يغادر مكان عمله بدون موجب يعتبر مرتكب لجنحة. تخيل في بالك لو اليوم نحن سهرنا على احترام القانون وطلبنا بتحوير ادخال تحويرات جوهرية على المجلة الجزائية، لأن المجلة الجزائية متاعنا هي مجلة بياتية متخلفة ترجع إلى عهد البيات، وهي مجلة متخلفة تحصن الجريمة وتحصن الفساد وبالأخص فساد الموظفين. أنت تعرف اليوم عنا أكثر من 300 ألف موظف لا ينتجون شيئا إلا الخراب والدمار والفساد. شكون هذو ما يخلص الأجور متاعهم؟ هو صاحب المؤسسة. على ذيك المؤسسة هي فريسة تنهش من قبل الكلاب، مع اعتذاري للكلاب مثل ما قال ميخائيل نعيمة، هناك أناس إذا شبهتهم بالحيوان أهنت الحيوان. مع أنا جاي معك سي الأسعد على خاطر سي أنور قبل ما يغادرنا يظهر لي اليوم السفيرة الفرنسية هوني في سويسرا. ما يطبش نرجع بعد خاطر وخروا شوية هما. باهي تكمل معنا الحصة. باهي كمل معنا الحصة. هذه المجلة الجديدة قبل خاطر مازلنا باش ندخل تبييض الأموال تجاوزات اللي تسند في القطاع الاستثمار الداخلي ولا الخارجي، شنو نجمو نشوفوا منها المجلة هذه خاصة وأنه المجلة القديمة مريتوا منها شيء معناه؟ شوف احنا بالنسبة لنا بالنسبة لرجل الأعمال وبالنسبة للسوق بصفة عامة لابليكاسيون دو لا لوا، إذا ما ثمش قانون وما ثمش تطبيق قانون وما ثمش احترام للقانون راهو زايد ما بيصير شيء. تبييض الاموال مش تلقاه والتجاوزات توصياتك سيادتك سمعتك اخويا معناها كيف تسمع الشيء هذا تقول البلاد الكل بركت. صحيح انا ما حكيتش راهو على الجرائم التي نمتها مجله تشجيع الاستثمارات، مازال ما حكيتش عليها. اليوم اذا كان بالنسبه لي ما يوقعش تطبيق القانون كيما معنا كيف الانسان عنده اي اشكال مش يطبق القانون القوانين الكل التجاريه وغيره وغيره، فهمت؟ يقول لك تجرم عدم تطبيق القانون. طبعا احنا تعرف سنه والاحكام بتاعنا في ديننا ما ثماش محكمه اداريه خمس شهور وما تنفذش، فهمت؟ انا اعطيك معلومه من بين المقترحات اللي قدمناها بخصوص تعطيل العمل بالقوانين والقرارات القضائية والأحكام القضائية هو أنه تجرم
وهذا موجود في التشريع المتطور. وقضاة المحكمة الإدارية قدموا مقترح في ذلك، والمقترح هذاك تم التصدي له صلب رئاسة الحكومة، وأن قضاة يشهدون بذلك. اليوم 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 طول اللحظة هذه في البوليكلينيك ميني ثم 15 بشر غير، وفيهم 5 أو 6 غير منتسبين للشركة للمؤسسة، وال 15 هذوك عندهم سنة مطرودين تذكر محتلين المؤسسة. تو كنت مع الوالي قلت له شنو هي الوضعية؟ الوضعية نتاعهم شنو هي هذوما؟ فهمتني؟ هل هم في اعتصام؟ ناس علاش جاوا كيما يجيو لدارك ويتاتاك كيف نفس الشيء، فهمتني؟ طلبنا وكيل الجمهورية، فهمتني؟ مش يوقع تفتح تحقيق، ولكن شنو الاستثمار اللي تحكي عليه؟ وشنو تبرع عامل 50 مجلة، مش مجلة، عامل 50 مجلة وزيد هذه 25 مجلة. السلامة القانونية بدون تطبيق قانون ما نحكيوش على حدش. السلامة القانونية هي المحدد، هي المحدد الرئيسي، وليس التشجيع على. أنت تعرف المستثمرين الجديين ما يحكوش على مسألة الإعفاء الضريبي، مستعدين يرفعوا الضريبة ولكن يمشوا البلد فيه السلامة القانونية على كل المستويات. عطا نشوفوا مع مدام منيا السعيدي. أنت نسيت البنية التحتية، أهم من ذلك هو البنية التحتية، هو محيط الاستثمار، هو أنك اليوم توجد مهنيين يقدموا خدمات مش من المتحيلين. أنت تعرف أن اليوم أغلب المهن اليوم غير منظمة في بلادنا، ويتبجح بذلك احد الوزراء، وهي فضيحه وجريمه. تنرجعوا لسيلة سعد، تنرجعوا معنا مدام منيا سعيد الناطق رسمي كونفدراليه مؤسسه المواطنه التونسيه. اهلا وسهلا بك مدام منيا. اهلا بك مدام منيا. في ما يخص مشروع مجله الاستثمارات الجديده، بينت تحفظك او انتقدت المضمون المجله هذه، قلت انه عدم تضمنه لحوافز المؤسسات التونسيه المصدره في ظل تعدد منافسي السوق التونسيه في الخارج، حسب هذا يعني اللي شفته انت في المجله هذه. شو تحفظاتك على المجله، مجله الاستثمارات الجديده؟ والله احنا ككونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية منظمة أعراف درسنا المشروع الأول والثاني المجلة الجديدة للاستثمارات، ونظمنا عدة ندوات لهذا الغرض في داخل الجمهورية وفي عديد القطاعات اللي احنا معناها تابعين للمنظمة نتاعنا، وكان رد الفعل نتاع المؤسسات واصحاب المؤسسات في عديد القطاعات وفي الداخل الجمهوريه وفي اللي تابعينا، معناها الحقيقه تعبروا على عدم معناها رضائهم بهذا المشروع بصفته لا يقل عن انتظارات وتطلعات اصحاب المؤسسات والمستثمرين المحليين ولا الاجانب. اهم النقاط نتاع الرفض او التحفظ نتاعهم مدام منيا الشغل، احنا كما تعرفوا في تونس معناها عندنا مزاحمه كبيره كما المغرب ومصر وتركيا وبعض بلدان اوروبا الشرقيه، معناها لقينا اللي المشروع هذا ما يتمشيش مع التطلعات نتاعنا والانتظارات نتاعنا. واهم خرج من الملاحظات نتاع اصحاب المؤسسات اللي تابعين الكونفدراليه، اللي كونه ما فماش سياسه تطوير الاستثمار ما تكونش تكون عندها جدوى وتعطي اهداف، معناها نخلطوا الاهداف المنتظره اذا كان ما فماش معناها منوال تنموي وسياسه اقتصاديه واجتماعيه واختيارات واضحه ومعلنه. يعني احنا اليوم ما عندناش منوال تنموي، ما عندناش استراتيجيه في ميدان الاستثمار، في ميدان التنميه، في ميدان معناها شنو هما الاختيارات، تونس شنو شو تشجع، شنو هما الاستثمارات تشجيعهم، شنو هما القطاعات الوارده اللي باش نشجعوها، باش نركزوا اكثر على معناها الميدان مثلا الطاقه المتجدده، مثلا باش نشجعوا القطاع الفلاحي باش نعملوا معناها اون فا ديفلوبي لا نوسيون دو فيليير في الفلاحه. يعني هكاك مجله يقع سنها في ضبابيه وفي معناها بدون سياسه واضحه اقتصاديه واجتماعيه، هذا الحقيقه معناها ما يتمشيش مع شنو نترقبوا فيه وشنو اللي حاجتنا به بعد الثوره وكل ما تحللناش مشاكلنا.
هذه من اهم معناها الملاحظات اللي حبناهم. وكذلك ثم موضوع التاكساسيون تاع الاكسبور، معناها اليوم في المجله عليها شيء يقع اعتبار اداء اضافي بالنسبه للتصدير. يندرى هذا وقته، يندرى احنا اليوم في وضعيه معناها وضعيه استثنائيه، وضعيه نتاع ازمه نتاع قله ثقه بالنسبه للمستثمرين الاجانب ولا التوانسه، ثم معناها تقلص في الاستثمار. يندرى وقته اليوم شو نقوموا احنا نزيدوا اداء اضافي للتصدير، يندرى هذا باش يشجع زعما الاستثمار، باش يعطي صوره طيبه، باش يعطي معناها مناخ نتاع استثمار طيب. معناها الحقيقه هذه اللي اسفنا، ما فماش رؤيه واضحه مستقبليه للمنوال الاقتصادي التونسي في بلادنا. هذا اللي يحيرنا، وماذا بينا نتريثوا، وماذا بينا معناها نفتحوا حوار مع كل المؤسسات الموجوده، معناها بالقطاع الخاص في الجهات وفي كامل تراب الجمهوريه، باش نسمعوا مشاكلهم وتطلعاتهم وكيفاش يراوا المنوال التنميه الاقتصاديه الجهويه والمحليه والوطنيه. شكرا لك مدام منيا سعيد، ناطق رسمي لكم مديريه مؤسسه المواطنه التونسيه. حدثنا عن رايكم فيما يخص المجله الجديده هذه للاستثمارات، مشروع او مشروع مجله مشروع. الاستثمارات الجديده، المشروع هذا قالت لم يقع اعتبار الاداء الاضافي للتصدير، يسكو او وقع اعتبار الاداء الاضافي للتصدير، هو وقته الى ليه معناتها انتم هذيك نقطه نوضحها لك اللي شنو قصدت هي. اما خليني نحدك مساله اخرى قبل ما نحن نحكوا على مشروع. هذه المشكله اليوم ظهرت الجهل اللي نحن غرقنا فيه. البلد اليوم ايضا اضافه للفساد، وهو نوع وهو شكل من اشكال الفساد، ان تونس غرقت اليوم في الجهل. وثم ظاهره اخرى اسمها سميتها انا ظاهره الاميه الجديده. الاميه الجديده هو انه توجد ناس اليوم في مسؤوليات، عندهم شهادات عليا، عندهم دكتوراه، عندهم مرحلة ثالثة، عندهم أستاذية، عندهم كذا، ولكن ما يعرفوا يعملوا حتى شيء. ثم مشكلة أخرى اليوم أنه نحن اليوم معاش نقرأ، اليوم نحن معاش نطلع على التجارب الأخرى، وللأسف كان من المفروض أنه نربح برشا وقت نحن وقت اللي نطلع على البحوث اللي تجريها اليوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حبذا، ولكن وللأسف صم بكم عمي فهم لا يعقلون. المنطق شنو يقتضي؟ يقتضي أنه اليوم نقيم. احنا اليوم خسرنا عشرات الاف المليارات اهدرناها في اطار هالنصوص هذية، هالنصوص المافياوية اللي عملوا فيها متاع التشجيع على الاستثمارات. مش هكاك يجي التشجيع على الاستثمارات، اليوم اهدرنا عشرات الاف المليارات. هل انه قيمنا هالتجربة هذه؟ قمنا بدراسة حول مردودية الامتيازات المالية والجبائية اللي اهدرت؟ عملنا دراسة؟ حتى واحد. انا نتحداهم اليوم اللي موجودين اليوم واللي قبلهم انه يعطوني ربع دراسة. مش مفروض انه لجنة التحاليل المالية تكون موجودة في صلب الدراسات هذه؟ لا مش نعطيك عادة. انا من الناحية القانونية شكون الهيكل المسؤول على تقييم مردودية الامتيازات المالية والجبائية؟ هي دائرة المحاسبات، والمهمة هذه اوكلت لها منذ سنة 1968، اي منذ صدور القانون اللي أحدث دائرة المحاسبات. هل أنجزت هذه المهمة؟ لم تنجز إلى حد الآن. هذا مظهر من مظاهر الفساد، أنه اليوم عندنا هيكل مكلف قانونا بتقييم مردودية الامتيازات وكل المساعدات التي تقدمها الدولة. الهيكل هذا وينه وقت اللي تم تحويل وجهة الأراضي الممنوحة بالدينار الرمزي في إطار استثمارات وهمية، منها أنه الأرض اللي اليوم مزير من أجلها هو في السجن، الأرض اللي خذاها ابن شقيق بن علي في حمام سوسة ومن بعد باعها بستة مليارات، هذيك قطرة من بحر. هناك أراضي اليوم، هل أن وضعنا قانون انتقال لاسترجاع تلك الأراضي ومحاسبة المجرمين اللي اليوم استحوذوا على موارد الشعب التونسي؟ حسبناهمش، هذه جريمة من الجرائم. تحويل وجهة الأراضي اللي هي في الحقيقة تمنح بالدينار الرمزي لشنو؟ الغاية متاعها هو إحداث استثمار. وما يلزمش تحول الوجهة متاعها.
اليوم عملنا تحقيق في هذا نحن، هذه جريمة من الجرائم التي لمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات. هاني جاي اليوم تمكين المتحيلين الأجانب المجرمين الأجانب، أنت تعرف اليوم اللي يسموهم الفاسدين اليوم يسموهم مستثمرين ويزينوا بهم في الأحصائيات متاعهم إلى حد هذه اللحظة، باش تعرف وأنه اليوم نحن على خطاب بن علي، بل بالعكس المنظومة متاع بن علي طورناها، منظومة الفساد اللي عملها بن علي نحن طورناها اليوم كما قال سي أنور، احنا عنا دراسة طورناها طبعا، نحن نتطور نحو التخلف نحو التخلف